اتكلم مصري مبادرة تم إطلاقها بتعاون بين وزارات الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمجلس القومي للطفولة والأمومة ودار نهضة مصر للنشر، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات الثلاث إذانا ببدء تنفيذ المبادرة حفاظا على الهوية المصرية لدى الأطفال المصريين خارج مصر. هذه المبادرة مهمة جدا، والحقيقة يعني متوجهة بالأساس لأبنائنا من الجيل الثاني والثالث. احنا عندنا مشكلة دايما كنت بقابلها لما كنت بقابل أبناء الوطن في الخارج، إنه ما بيعرفوش ولادهم يتكلموا عربي، والعربي اللي هو باللهجة المصرية. عشان كده بنفقد هويتنا، بنفقد انتمائنا، بنفقد الكثير من مفاهيمنا، من قيمنا، من تقاليدنا. من خلال هذه المبادرة احنا بنقول إن كل طفل مصري عايش خارج مصر من حقه إنه يوصل للغة المصرية ويعرف هويته ويعرف بلده قد إيه مصر جميلة وقد إيه فيها تاريخ وفيها ثقافة وفيها كل العلماء اللي طلعوا المصريين. لازم هذا الطفل يكون على وعي بيهم. في غضون أسبوعين سيتم نشر أولى البرامج التعليمية على الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والتي تستهدف الجيل الثاني والثالث والرابع، مستخدمة أحدث أساليب التكنولوجيا بشكل جذاب وممتع. واجب علينا الأول إن احنا بندرس إزاي نقدم اللي احنا المادة اللي احنا عايزين نقدمها بشكل جذاب للولاد، ده من ناحية، بشكل مفيد جدا، بشكل بينقل الهوية، وباللغة العربية الصحيحة البسيطة المصرية. فده دي التركيبة الأولانية اللي احنا كنهضة مصر المفروض نحط كل الخبرات بتاعتنا من إدارة النشر التعليمي والنشر الثقافي، لأن احنا هنعمل مجموعة كبيرة من القصص للولاد. 3 مراحل من هذه المبادرة ستطبق خلال 3 سنوات، تهدف إلى تعريف الأطفال المصريين بخارج جمهورية مصر العربية بكل ما يخص الهوية المصرية التي تحقق لهم الفخر لكونهم مصريين. علا حجازي، 10 تي في.